اوكي اها هو يتكلم. لقد اختفى ذلك الشخص. اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا اصدقاء في مقطع جديد. معكم ماريو من قناة ماريو بلايز. واليوم لدينا لعبة روبلوكس ونكتشف مهمة اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. وليتس جو. عدت الى المنزل مع ابي. هذا هو ابي. مرحبا يا ابي. ابي رائع جدا. كلنا نحب اباءنا يا اصدقاء وامهاتنا. هذه سيارة ابي. الساعة 6 مساء. عدت من المدرسة. يمكن ان اغلق و... اوكي ابي علي ان ادخل المنزل. حسنا يا ابي لنفتح هذا الباب. واو ونغلق الباب. هذا هو منزلي. منزلي مع ابي. او ابي يامرني بان اخرج القمامة او انظف المنزل. هذا سهل يا ابي. طبعا انا حقا ابن صالح. هذه واحدة قد ذهبت. هذه الثانية الان. اوكي لقد ذهبت. وهذه واحدة هناك. واو ابي يشاهد التلفاز. ابي سعيد جدا. واو انه يشاهد التلفاز. ولدينا صورة الموناليزا هنا سرقناها من متحف اقصد اشتراها ابي. المهم ساذهب واخذ هذه القمامة. انتم بكرامة يا اصدقاء. ونبعدها من هنا. اعتقد ان المنزل قد نظف تماما. هنا انا واحدة. حسنا ربما هي من بقيت هنا. تنظيف تنظيف تنظيف. واعتقد اننا نظفنا كل شيء. انظر انه الغروب. الدنيا عتمت يا اصدقاء. ما زال. هل في الاعلى؟ واو ابي ان المكان متسخ كثيرا. واو انظر يا ابي. اعتقد انها طريقة لكي نكتشف المنزل. ابي ذكي جدا. يريدني ان اكتشف هذا المنزل واعرف كل الاماكن. افتح هذا الباب. هذا هو المرحاض. اوه مرحاض جميل. اطلالة رائعة. اوكي اعتقد اننا انتهينا يا ابي. لنرى هذه الغرفة. واو هذه غرفة النوم انا واخوتي. لا يوجد اي تراش هنا. كيف نذهب؟ واو ما هذا الوجه. واو ننظف. preparing. علينا ان اعد العشاء. انا من سوف يعد العشاء او ابي من اعد العشاء؟ ابي يا لقد نهض ابي. ما هذا؟ ابي ما يوجد في هذه الغرفة. انها مغلقة. اوكي اعتقد ان ابي يفعل شيئا في تلك الغرفة. هذه ربما تخرجنا. هي ايضا مغلقة. مرحبا يا ابي. علي ان اعد النودلز يا ابي. اوكي نفتح من هنا. ماذا لدي؟ نودلز. انا سوف اضع ها هي هنا. ساضعها هنا لكي تستوي النودلز يا اصدقاء. يعني علي ان اطهو لابي. حقا تعرفون ابي قد جابني من المدرسة. اوكي سنعطيها لابي. خذ يا ابي العزيز كل السحة. علي ان اعد واحدة لنفسي. اوكي بعد ان اعدت واحدة لابي علي ان اعد واحدة لنفسي. اوكي احب الطبخ كثيرا. هل تحبون الطبخ يا اصدقاء؟ ماريو يحب الطبخ. يعني في المنزل انا ما اطبخ. احب ان اطبخ لنفسي. اوكي انا ساجلس هنا في هذا المكان. سوف اكل. لذيذ. كيف يا ابي؟ نعم نعم نعم. اوكي ماذا سوف افعل الان؟ علي ان اخذ ان المولد الطاقة علي ان اوكي تعال. وعندي علي ان املأ اوكي. ماذا يا ابي ما الذي تقول؟ احدهم يطرق الباب. نعم لا اعرف يا ابي من يطرق الباب. هل سوف اذهب وارى؟ حسني ابي سوف يذهب لكي يرى. ابي شجاع جدا. حسن ابي اسمحوا لي ان اشاهد التلفاز. يو اوكي في العشرة. حسنا الان اوكي لدي ساعة واحدة. حسنا يا ابي. او سوف تغضب؟ لا يا ابي العزيز لن تغضب. لا تقلق انا سوف اشاهد التلفاز. لن اشاهد التلفاز. ابي قد غادر. وكيف نذهب الى غرفتنا في الاعلى؟ هيا لا اريد من ابي ان يغضب.
هذه غرفتنا أليس كذلك؟ كي كيف؟ أين هو الريموت؟ أو أحتاج إلى ريموت. أين هو الريموت؟ أو يا حبيبي من هنا. أين هو اللايتس؟ الآن سأنام. سأنام. علي أن أطفئ كل الأنوار. انتظر، أترك هذه هي الأخيرة. كيف سوف أطفئ هنا؟ أوكي، وهنا حبيب، وبقي هذه. المشكلة أني أطفئ بالعكس، أنا غبي جدا. كيف سوف أعود الآن؟ أوكي الآن سوف أعود. يمكنني أن أرى يا أصدقاء. يا جماعة، ذهبت إلى الكاميرا وأجد أبي يتكلم مع شخص غريب. من هذا؟ هذه هو الكيتشن، هذا الليفين روم. طفيت كل الأضواء، لكنها العاشرة. سوف أذهب وأنام كما قال لي والدي. المهم، دعنا يا أصدقاء ننزل إلى الأسفل. واو واو، مكان مظلم كثيرا. يمكنني أن أرى من أين سوف أنزل. نعم، أوي ياي، أين هو ريموت كنترول؟ أي رسالة من FBI. شخص ما يقتل الناس. أعتقد أنه هو نفس الرجل يا أصدقاء. واو، نفس الرجل يا أصدقاء الذي كان. الذي سوف أفعله الآن. علي أن أبحث عن والدي. إيش الأضواء؟ أبي! لا يمكن. المطر. داد! إنه مغلق. أين هم الأضواء؟ من أين طفأت هذه الأشياء؟ وهذا هو؟ الباب لا يفتح. أنا أذهب إلى الكمبيوتر يا أصدقاء وأرى من الكاميرا ما الذي يحصل. يا عفو الله، هذا إنه نفس الشخص الذي كان يكلمه. واو، اشعل يا حبيبي اشعل. جعلتموني أطفئ الأضواء بدون أي سبب. اشعل يا صديقي اشعل. ينار الآن من الكاميرا. أوكي. هو يتكلم. لقد اختفى ذلك الشخص. ما هذه الابتسامته؟ وعلي أذهب إليك أنا. بسرعة. نم. أنا نائم. أنا نائم. أبي يا إذ كنت نائما. ياه. واو مخيف. سوف أنهض يا جماعة، حقا لم أستطع النهوض. أو هذه غرفة أخرى. واو. انظر إلى وجهه. يا عفو الله، ما الذي سوف نفعل؟ لا علي. اسف ابي اسف. لقد قتلني. المهم يا جماعة، هذا هو مقطع هذا اليوم. اتمنى يكون عجبكم. اعرف مقطع بسيط، ولكن حقا حاولت ان احاول ان اجرب تلك اللعبة. يعني شفت الناس كثير تلعب وتتكلم عنها، اذا حاولت العبها. حقا لعبة صعبة، عليك فعل ذلك كل مرة مجددا. المهم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، واقوم في المقطع القادم. سلام.